في الحلقة السابقة. جاء فريق في سيرج ودق وجهنا دق. لكن لم نستسلم وحاولنا أن نقف على أقدامنا. لكن للأسف لم نستطع. ودارت الأحزان بيننا. حرام والله حرام حرام يا اخي حرام. شوف لك اخ والله حرام يا عيال والله عيب. صفر صفر والله عيب يا هانة. ترى خسرنا بسبب مشاكل في التقنيه. والله يا عيال انا عندي اليد خربانه يعني للعفس والله. حتى انا واجري عندي اللي عندي لا قبل. لكن اليوم يا جماعه بعد ما صلحنا كل المشاكل التقنية رسلنا الرسالة لنفس الفريق اللي باريناه عشان نباريهم تاني مرة ونشوف مين يحفوز. هل تتوقعون اننا حنفوز يا جماعة؟ تابوا المقطع للآخر لا تسوي سكيبات. شوف المقطع كيف معاي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. يا انت في حتاك هناك يا سلام. اكثر واحد يجيني واحد كله حاجه والله كله حاجه كل شوي زي كذا. لاك دايما كذا ايه. لا علق عليك الثبات عليك الثبات يا عيني. حلو حلو وراك حلو يلا حلو وراك اي من هنا الاخير. البوم روح خذ البوم روح خذ ما فيك. والله جعني والله تاك هنا لا حدا يفجره يا موبا يا ابني. حدونا شيلهم كله. اسمع يسمونك ملك العصمة. اوصلك 1000 متابع لو شلتهم كله والله. هيا شوف يا واد انشر لك في تويتر. هيا شوف رجع يضحك ولا حد حنشوف. انا عندي 500 متابع من عندي. لا بس بسنايبر جيبها بسنايبر. ايوه يا رجال خلي العب شدي خلي لا بس 500 من عندي. اقول لك انت بتسمع مستوى صفر. وين مستوى انا صطيبه مستوى غبي. اسمع مطيق عاد محتيك وجه خلاص يا رمه. اخذ يا عبد الرحمن ضرب على والله يا عيال تكفون يا عيال تكفون. حرام والله يا اخي حرام. لا تسجل المقطع ده ها. لا تسجل قاعد تسجل يا عاد قاعدين يسبون والله يا اخي عدي موت تسمع الكلام. يا شيخ بمستوى جنا عبد الرحمن في واحد يسارك على طول. يا ابي ما جيت من عشان يسار على طول. جاب ترى يسار وجعني وجع. سواكم فينش لا يا شباب لا شباب 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 خلاص شباب خلاص يا والله جيبوا معي ثلاثة صفر ثلاثة واحد.
قتلني وانا انك تفنشني. راسي شاشة والله حرام. يا معلم يا معلم هذه شوف هذا بس تخبط. يا عيني يا عبد الرحمن جيب سلاح قدرة امه حق البي سي. هو هذا باقي حق البي سي، باقي راعي البي سي. لعب ولا ما ادري هذا كله. لا لا بوم هنا عندك مف... معلق معلق. خلينا فنشته لملقلق يا اخي ملقلق والله فنشته للاسف. ما شو كيف فنشته بالله مو متعه يا عيال. بزوره يلعب بزوره والله يا عيال. ليش لا تسبوهم يا بزوره. انا حطيت له ميوت عشان لا يعصب. اي والله حطيت له ميوت يا خالد. انت ايش قاعد تقول؟ صدق قاعد يحلق. درع بالشكل اوكي خلي ايه شايكله. هذا بلاك افشان يا بلاك بس فني هذا بلاك افشان. شايف كيف من لما حطيت الانفور 11 واحد على طول يا عبد الرحمن. بالله انت قتلت الانفور. هيا والله بسنايبر ما حغير بس حجيبك تحداني بدل الجيم. شوف يا رطيب. لا والله حسبتك حجيبة. يلا يلا عادي حسبتك حجيبة والله. من هناك هم يجوا صح؟ يا ولد موت يا ابني. ما في احد ايش هذي؟ لا نخسر لا نخسر يا عيال. حاصروا بي حاصروا بي حاصروا بي انا فعلت بي عيال. يا كله بي تعالوا بي كلكم. اصلا ثلاثة منا بس حاصروا بي. مش عارف يا رجال. والله الحمد لله انا بشتغل مداهمات. بقي واحد يا لطيف. بقي له واحد في كون ثاني. مسوي فنان سنايبر انا من اول. ليش؟ ايه مرجلة. والله حرام. يلا يلا والله نجيبه عيال. والله نجيبه عيال لا يفوزوا. يا لطيف نفسه اديهم ميوت بس وريح نفسه. روحوا بي انا بمسك عليه. معايا كروز يلا يلا وينه. الحمد لله ما شاف متاخر. والله حلو عيال حلو جبناها. ضيه والله الجيم الاخير. هيا هيا راوند الاخير. فنشته ولا يا واد احرق. ايش السلاح ذا؟ ما تعطل قاعد. لا اخر جيم خلاص. انا فراسي طاح. انا فنشت اللي فراسي طاح علي بالحرام. كلهم عندي فنش. اي يعني صاري علي بالحرام ينزل لكم فنش. مين كان؟ لا يسار كمان انت. غير خذ الدرع. وربي قافيله. لا يا عيال لا يا عيال. الله حرام اخرام كذا. والله حلو اخي. تقدر انت فنان. يا عيني يا عيني لا لا والله سلاح كثير والله. هلا والله معلم شوف طه لفته والله جبناهم. كان كنا صفر والله شوف كلهم لفته. والله معلم حلو والله ختام مسك. وصلنا لنهاية المقطع. انت لين دحين ما تضغط زر لايك انت ايش تستنى؟ يعني تبغاني اجي بيتك واضغط لايك يعني ولا كيف يعني ولا تتضارب معاه يعني ولا ايش مشكلتك انت يعني؟ استغفر الله. من هنا الحلقة لازم نكتبها بحث كومنتات في المقطع اللي راح. المقطع اللي راح انا ما جبت كومنتات حق المقطع اللي قبله
عشان كان في جزء ثاني زي كذا فاهمين كيف؟ فنديكم احسن اربع كومنتات. اول واحد معانا يقان ديفر يقول لك يا اخي عندك كل شيء ليش الدعم عندك كذا؟ اتوقع بس يبغى لك شويه صبر. حبيبي وربي انا لسه يبغى لي شويه صبر، هو لازم ترى اليوتيوب يبغى له صبر صراحه يعني، وباذن الله يعني نوصل لمجدنا ونوصل للالف ولسه الالف والخمس الاف والمليون والترليون ان شاء الله، بس يعني صبر نصبر نصبر يعني ننزل يعني اهم شيء ما نقطع كمان ان شاء الله يعني. ثاني واحد محمد يقول لك ما عندي سؤال بس استمر لا يوقف شيء وانا داعم لك. حبيبي والله يا محمد وباذن الله ما حنقل لكم ما حنقطع باذن الله، ودونا افكار للمقطع الجاي ايش تبغى انزل والله انكم تبشر والله انكم تبشر. ثالث واحد بعزيز يقول لك اتكلم على اللعب ولا اتكلم على المونتاج الحين؟ حبيبي يا اخي الله يا اخي والله معلش والله والله شكرا للجميع قسم بالله شكرا للجميع. واخر واحد معانا مختار هلالي يقول لك اهنيك والله ما شاء الله اصبر بس فتره قصيره وصدقني بتوصل هدفك يا قلبي. الله يوفقك والله الله يوفق انت كمان وتوصل وتوصل لهدفك والجميع اللي تابعني يوصل هدفه وكل وحتى اللي متابعيني يوصل هدفك واللي يضغط لايك واللي ما يضغط لايك يوصل لهدفه ولا تنصل للحبيب. وهذا نهايه المقطع، السلام عليكم.